من ضمن الاسئله، بقالي 14 سنه شغال وبعمل انترفيوهات، بس اول مره اروح انترفيو يسالني انت بتصلي ولا لا، او بتشرب سجاير ولا لا. كنت بحاول اكون مهني اكتر قدر ممكن، بس فعلا حسيت بتمييز رهيب، وبقيت عامل قائمه على اشياء شخصيه اكثر منها مهنيه، مع العلم باني شركه هندسه وتكنولوجيا. هل الوضع وصل للدرجه دي في سوق العمل؟ طبعا في هذه الحاله زي ما انت بتقول، هو ده باين ان الشخص نوت بروفيشنال او غير محترف. في ناس على فكره ممكن تكتب في التعليقات لا من حقه انه يسال، لا حضرتك ده مش من حقه، لا دي حاجه شخصيه، زائد ان هو مش جاي يتقدم لبنت، يعني حاجة احنا بنتكلم دلوقتي في الشغل، تقول لا الصلاه مهمه، طبعا الصلاه مهمه، ولكن افرض قال لك انا بصلي وهو ما بيصليش، يعني احنا يا جماعه مش بندخل بهذه الطريقه. طب افرض غير مسلم اصلا، فاحنا مش بندخل بهذه الطريقه. يمكن هو برضك بحاول ادي حاجه يعني حسن نيه، يمكن هو بيحاول ان هو يفتح معاك حوار، ولكن حتى في الموضوعات دي مش بنقول ان ده متاح او مقبول مع شخص كمان بيعمل انترفيو، لازم تكون بروفيشنال. ولكن في هذه الحاله تجاهل الموضوع ويعمل اكس على المكان الواضح ان هو مكان نوت بروفيشنال او غير احترافي، ويعني موف اون، وقدم وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. لكن انا عاجبني انك تملكت نفسك وكنت بتتكلم بطريقه محترمه.